اذا دخلت ان تدخل مع الامام على الهيئه التي هو فيها فان ادركته راكعا تركع معه وتعتد بهذه الركعه تعتبر ركعه لك هي الاولى اذا ادركته ساجدا من السنه ان تدخل معه ساجدا وللاسف اغلب الناس يخطئ في هذا ويفوت هذه السنه فتجد اذا وجد الامام في حاله الركوع يقف يقف حتى يرفع ويبدا معه ترك سُنَّة لكن ما نستطيع أن نؤثم هؤلاء ما نؤثمهم لكن نقول تركوا سنة ترك سنة فلذلك أخي الفاضل من أدرك الإمام على أي حالة يدخل معه حتى لو في التشهد الأول